صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللي ترشحنا، واهم حاجه اللي ترشحنا في الصدارة. كملوا نخدموا على روحنا، وان شاء الله ان شاء الله نصلحوا ونكونوا خير في المباريات الجايه ان شاء الله، ونجسموا اكثر ان شاء الله بحول الله. بالطبيعه ذاك الهدف نتاع الترجي في كل موسم، ان شاء الله ربي يوفقنا وربي يجينا في الصواب ان شاء الله. والله الحمد لله، عاونوني صحابي، عاونوني الناس كل معنا من اطار فني للولاد، كل شيء قعدت نخدم على روحي، وان شاء الله من حسن لاحسن، وهذا كمان نخدم على روحي، الناس كل نخدموا سيريو معناها في لي زونترينمون في ليسبيرونس، وان شاء الله اي لاعب وقت اللي تسحق الترجي تلقى حاضر باذن الله. والله اذا الهدف نتاعك باش تهز كاس افريقيا لازمك تربح الناس كل، دونك لازمك تخدم على روحك وتاخذ ماتش بار ماتش، وكما قلت لك ربي يجيبنا في السواب وربي يوفقنا. الله يعطيهم الصحة، جمهور ترجي حاضر في كل مباراة، قاعد يعاون فينا بالكدا بالكدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا، ان شاء الله ان شاء الله كما قلت لك فرحوا، ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله.